عبارة عن تحويل الإطار من إطار عادي إلى إطار مصفح، حيث أنه اخترعت مادة صنعتها لا هي يعني لا مستوردة ولا مقلدة، عبارة عن عجينة مطاط سائل توضع داخل إطار من الداخل تقاوم 6 أنواع الثقوب، سواء كان ثقب من مسمار عادي إلى ثقب برينة إلى حتى لو كان ثقب رصاصة. صلاحية المادة هي عبارة عن 3 سنوات.